فكر. وطني 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 وطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. المقاومة الجزائرية معكم. اليوم معنا مفاجأة، واحد من المقاومين تاع المقاومة الجزائرية القدم من الكتيبة تاع يوتيوب، والتحق بينا اليوم وحنا اتصلنا به باش يعني يتكلم لنا شوية، يتكلم معنا خاصة سورتو باش بعض النصائح لبعض الإخوة، لأن كان حوايج بزاف راهم يصراو، وكاين بعض الناس يعني ما يشتبع كلش، ومرة مرة شغل واحد تلقاه يغلط مع واحد وكذا. وحنا اليوم راح نذكر منكم يا الخوة باللي كاين فيه كيما نقولوا حنا ديزانفيتراسيون في المقاومة الجزائرية، اللي راهم يعرفوا بعض الناس والمقاومين، ما على بالكم بلي ما يتعرفوش كاع بيناتهم، ومرة واش يديروه ما يتبعوا مليح كاع واش كاين ويعرفوا ابري، ويقولوا كما نقولوا حنا يطلبوا صداقة من عند واحد باش يحطموا واحد تاني. وراح نتكلموا شوية في هذا الموضوع. المقاومة ان شاء الله تبقى دائما واقفة. يا خاوة الجزائر امانة، ما تلعبوش بعد شي هدايا. خويا الوناس، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. واش رايك؟ عطيك صحة خويا مونير على هذا الفيديو، باسكو صافي لونطون كو جو فولي ستادير ترونسميتر لو ميساج ا مي فرير دي زيد. اتونسيون، يا دي زانفيلتراسيون، ايلز اون شانجي دو ميثود، ستادير افون كانوا يديروا دي زانفيلتراسيون باش يديو المعلومات ولا بون دوتر اوبجيكتيف، ولقاو بلي ستادير لوبجيكتيف تاعهم لا ريزيستونس يل با لا كاسي بالمانيير هذه. دونك ولاو اون اي نوتر استراتيجي باش يكسروا لي ليا انتر لي دي زيد، يكسروا لا كونفيونس، حتى واحد ما يامن حتى واحد. انا شخصيا كنت ضحيه في هذا دي كومبلو، والحمد لله يعني غراس ا دي زيد، دي دي زيد فايقين اكسبيريمونتي، ils ont analysé tous les toutes les personnalités de cette ce pseudo. لقاو بلي هي كاينين دي بسودو النساء يستعملوهم، الرجال يستعملوهم، ستادير سي اورغانيزي دون فاسون فريمون كونت لي كوفيز ايل فون تونتوري، ايل فون تونتوري دو بسودو. كاين واحد بسودو ستادير يدخلك اميتي، يبعث لك دي فوتو باغ اكزومبل، يقصر على كلش، يقصر على كلش، ويبداو لي زامبي، يبداو لي زامبي، يقول لك فوالا بار كونفيونس هذا البسودو اللي راك مع من راك تتعامل. شفتو في واحد جروب قالوا لي عليه بلي لوش، يزيد شويه يقول لك اهدر عليك بغا يكسرك، فوالا اي لي كونفلي يبداو، وهما يكونتروليو لي كونفلي، ولي دي زيد لي فري يشوفو يشوفوا لي زوتر دي زيد كوم انمي كوم انفيلتري، اي او ليو دو كرايي دي زارتيكل بوبليي، لا لا تولي بارك ستادرت في لي كونفلي، تبقى في السيركل فيسيو هذاك، و على فان حتى واحد ما يتفاهم مع حتى واحد. ستادر هذا سي اون غرو لي ديتاي، دون لي ديتاي عندهم بزاف لي تكنيك. سكيل فو فير سي كو كي يقول لك فوالا شفتو في واحد جروب هضر عليك، يلفو دي بروف، يلفو دي بروف، اي يلفو ابسوليمون لو سيالي عند ان اليت، ان اليت دي زيد بور لو سيرفي. ايه فوالا اون غرو سي سا. صح عندك الحق خويا، مام حنا مام واجهلو ماركي بلي ديرنييرمون تاني صرا ان بتي كونفلي اونتر خاوتنا، وين كاين تانيك بعض الاتهامات. انا نعاودها وناكدها كما قالها المرحوم الرئيس الهواري بومدين الله يرحمه، قال باللي يا ودي النضال هذا حاجه هذه محبه خاطر، يعني الانسان اللي راهي ناضل راهي ناضل من اجل الجزائر لوجه الله، ماشي من اجل حتى حاجه واحده اخرى. وهذوك لي رومور اللي خرجوا باللي فلان راه يخدم مع المخابرات وفلان راهم يخلصوا فيها الوزارات، هذا كلام قاع كاذب. يعني الناس اللي نعرفهم انا شخصيا
ناكد لكم باللي واحد ما راه يخدم عند حتى واحد وواحد ما راه يخلص في حتى واحد. هذه كاع نميمه دخلت فيها ونتمناو ان شاء الله باش هاد النميمه هذه تزول والشباب تاعنا وكاع الشعب تاعنا المقاومين المناضلين اللي راهم معنا باش يكونوا يعني يتفطنوا لهاد الحوايج هادوما. احنا عائله واحده ورانا في ميسيون واحده وان شاء الله احنا ما نقبلوش هاد الحوايج يصراو بيناتنا. والانسان تسمى اللي يشوف واحد من المقاومين ولا كذا المفروض انه يتكلم مع الجماعه قبل ما يبدا يوبخ ويدخل في متاهات. وهذا الشيء هذا يبحرنا بزاف الوقت يا الخاوه. واش رايك اخويا الوناس؟ سي اكزاكتومون سا راك قلت كلش اون غرو يعني سوسوا يفو بيان فير اتونسيون لهادو اللي يستعملوا نميمه باش يكسروا لي ليان اونتر لي ديزات. و سي لي ليان اونتر لي ديزات سو كاس دان ديريير ان لا ريزيستونس فايتر اتام. يعطيك الصحة خويا الوناس. عندي ثاني دي كابتور درت لهم ونديبا معاهم مع واحد هذاك اللي تبعني من اليوتيوب ملاني 2009 ملاني 2009 وهو يتبع فيا. واحد دار له لاناليز قال لي هذا يعرف يعني لي زيدي تاعك 100% على بالو على واش ترياجي كلش. عندي لي كابتور اخويا منير لا بغيت نزيد لهم في لا فيديو وين نقول له نطلب منه دي بروف فوالا راك في الموصل. احنا على بالنا باللي هاد العباد هادو ما قدم في اليوتيوب نعرفوهم احنا تاني قدم في اليوتيوب ونعرفوا التحركات تاعهم ونشفاو لهم مليح كيفاش كانوا واش كانوا. والغلطة هذه تاع الناس اللي حلبوهم لأن التحلاب هو اللي يرجع الحوايج هادو. كاين عباد كانوا تعرفوا لو يشوفوا روحهم حاجة واحدة أخرى. المهم هاد الشيء هذا حنايا في كيما يقول لك كل واحد مع كل واحد يجيه وقته. يقول لك ربي عز وجل إن الله يمهل ولا يهمل. هذا هو أنا واش نقدر نقول لك خويا العزيز. ويجي نهارهم غير ما تخافش. المهم يعطيك الصحة شاركت معنا اليوم ونحيو كاع لي جون تاعنا بنات ودراري كبار وصغار. الشعب تاعنا كامل اون جينيرال الناس اللي راهم مع المقاومه الجزائريه يعطيكم الصحه. وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله مع اخونا الوناس راح يفهمنا اون ديتاي تسمى ديتاينا كيفاش هاد الخونه هادو العملاء هادوما اللي ما يحبوش الجزائر لي ما على باليش علاش هما يديروا هكايا يفهمنا اون ديتاي كيفاش يكسروا في الحركه تاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.